متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار لحالة عدم الاستقرار الجوي جنوب غرب البلاد، طقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة، وحرارات تستمر حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث ظهرت كميات من الغيوم العالية في منطقة الربع الخالي وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية، كانت في أغلبها بدون فعالية. هي ناتج عن تدفق الكميات أو استمرار لتدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية في تلك المناطق قادمة من منطقة بحر العرب. أما بالنسبة لباقي مناطق المملكة شهدت أجواء صافية. أنتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الاثنين إلى يوم الخميس بإذن الله. لاحظ استمرار تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، هي ناتجة عن استمرار لهبوب الرياح الرطبة الموسمية لمثل هذا الوقت من العام. تعمل هذه الرياح الرطبة على بعض التشكلات الركامية خلال ساعات الظهيرة والعصر والمساء فوق مرتفعات جازان وعسير وأيضا أجزاء من منطقة نجران، حيث تعطل زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي. تترافق العواصف الرعدية أيضا بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية في عموم مناطق المملكة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس. يلاحظ استقرار على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. في عموم مناطق المملكة درجات الحرارة تكون أربعينية في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية، تكون في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشمالية، بينما تكون في أواسط العشرينيات فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. ننتقل الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يكون الطقس غالبا صافي مع تفرق لبعض الغيوم العالية مع 30 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة تستقر درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تستقر حول 28 درجة مئوية. في نهاية نشرتنا نستعرض هذا الفيديو من البرازيل، حيث تسببت عاصفة قوية في الساحل الشمالي لسانتا كاترينا في البرازيل بوفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما، وتجاوزت قوة الرياح التي رافقت العاصفة مساء الجمعة الماضي 100 كيلومتر في الساعة، كما سجلت 16 إصابة و848 مشردا و650 نازحا في أنحاء الولاية بسبب هذه العاصفة. بهذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.